أغلب المشاهير يورون الجانب المشرق من حياتهم، إنهم شخصيات محبوبة، حياتهم مثالية، يسووا المستحيل عشان معجبينهم اللي يحبونهم ويدعمونهم. بس بحالات كثير هذا مجرد قناع يلبسوه لأنه يخدم مصالحهم الشخصية، وبمجرد ما تنطفي الكاميرا حياتهم أو شخصياتهم تكون العكس تماماً. راح نتكلم اليوم عن التيك توكر الكوري ماما وعن ممثل باراسايت لي كيون سون اللي أنهى حياته. تفاصيل كثيرة راح تصدمكم بمقطع اليوم، فإذا أنتوا حابين تعرفوا أكثر تابعوا المقطع لنهايته. في أواخر سنة 2020 فتح سو وون جانغ حسابه على تيك توك. محتواه كان منوع بين رياكشنات على مقاطع بالتيك توك ومحتوى شخصي عنه، وخلال سنة واحدة بس جمع أكثر من 38 مليون متابع على تيك توك ومليون متابع على الإنستا، واشتهر بكلمة ماما، فالناس صاروا يسمونه ماما جاي. على كلام وون جانغ بوحدة من المقابلات إنه ما كان ماخذ التيك توك بجدية، خصوصا انه فتح حسابه بالوقت اللي كان راح يتوظف فيه كمهندس صوت في استوديو، بس اي مقطع كان ينشره حرفيا كان يجيب ملايين المشاهدات بكل سهوله. ولانه فتح حسابه بالوقت اللي كان فتره حجر، فهذا الشيء ساعده يشتهر اكثر، واليوم حسابه اكبر حساب صانع محتوى في كوريا الجنوبيه مع عدد متابعين يتخطى ال 55 مليون. متابعينه كانوا متعودين عليه ينشر بشكل يومي تقريبا، لكن بعد ما نشر آخر مقطع له بالتيك توك بتاريخ 22 جولاي 2023 اختفى تماما، حرفيا ما نشر ولا أي شيء على أي حساب من حساباته، لا تيك توك لا انستا لا يوتيوب ولا أي شيء أبدا. فمتابعينه قلقوا وبدوا يعلقوا بحساباته، وينك؟ ليش مو جالس تنشر؟ ايش اللي قاعد يحصل؟ ولانهم ما حصلوا اي خبر عنه ابدا، فالاغلب توقع انه ممكن يكون تجند بالجيش وما اعطاهم خبر. بس بيوم 22 ديسمبر طلع خبر يفسر سبب اختفائه لاشهر، وما حد ابدا كان يتوقع السبب هذا. YouTube와 TikTok에서 구독자 수천만 명을 보유한 한 20대가 최근 갑자기 활동을 중단했습니다. 저희 취재 결과 다른 남성과 함께 술에 취한 여성을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 걸로 확인됐습니다. في جولاي ماما كان يشرب مع واحد خلينا نسميه كيم على سبيل المثال، وواحدة خلينا نسميها مثلا يون. يون لأنها شربت كثير نامت، فأخذوها البيت كيم وصحت وشافتهم يبتدون عليها ويصورونها، فاتصلت بالشرطة وبلغتهم بكل اللي حصل. يوم وصلت الشرطة لبيت كيم ماما رفض انه يدخلهم، ألين تدخل قسم الاطفاء وافتحوا غصبا عنه. ويوم استجوبوهم وفتشوا جوالاتهم على امل يشوفوا المقاطع اللي صوروها ليون، ما حصلوا اي مقاطع مثل ما هي ادعت. وقال لهم ماما إن العلاقة حصلت بالتراضي بين كل الأطراف، وما في أي طرف ما كان يدري بالشيء اللي حصل أو مجبور على هذا الشيء. وبخصوص هذه النقطة أنا في حاجة يعني عندي تعليق عليها أو استغربتها حبتين، اللي هي إن بالمصادر ما ذكروا هم وين كانوا بالبداية بعدين راحوا البيت كيم. يعني هل مثلا هم كانوا بملهى ليلي بعدين راحوا البيت كيم؟ أو مثلا هل هم كانوا بحديقة؟ هل هم كانوا ببار عادي؟ وين كانوا بالبداية بعدين راحوا البيت كيم؟ يعني راح تسألوا انه اوكي هذا الشيء ليش مهم، انا ليش لهالدرجة هامني الموضوع؟ لانهم ممكن يحصلوا تصوير كاميرا مراقبة. انتوا ما تدرون ايش كثر تصوير كاميرا المراقبة مرة مهم، وقد ايش يساعد في حل القضية ويخليهم يوصلوا لحكم بسرعة. فما لقيت باي مصادر لا كورية لا اجنبية ولا اي شيء هم وين كانوا بالبداية بعدين راحوا. ما أدري إذا أحد يعني شاف مصدر ذاكر هذا الشيء ومصدر موثوق يا ليت يكتب لي، بس على حسب الشيء اللي شفته أنه
ما كان في شيء ابدا. لكن اذا ثبت عكس كلام ماما فعقوبة تهمتهم توصل للسجن لسبع سنين او اكثر. وحاليا التركيز كله عليهم، خصوصا بعد ماما ما كان راضي يفتح الباب للشرطة، وهذا الشيء خلى دائرة كبيرة من الشك عليه. وعشان كذا اغلبية الناس ما هي ماخذة موقف حيادي، بالعكس واقفين مع الضحية. وعشان كذا اول ما نزل الخبر على النت، حساب ماما على التيك توك خسر أكثر من 400,000 متابع، وأغلبية التعليقات في حسابه كانت ما بين هجوم وصدمة وخيبة أمل من متابعينه. الأغلب كان يتوقع أن وكالته تطلع وتحاول مثلا تبرر موقفه أو تحاول تثبت براءته، بس إلى الآن ما صرحوا بأي شيء يخص قضيته. والصراحة هذا الشيء متوقع، لأن القضية لسه بيحققوا فيها، لسه ما أصدروا حكمهم، لأن أول محاكمة رح تكون بعد أسبوعين تقريبا بتاريخ 17 جانوري. فيا أننا رح نعرف إيش اللي حصل فعلا ورح يصدر الحكم مباشرة، وهذا الشيء صراحة مستبعد تماما وغير متوقع لأنهم بطيئين، يا أننا رح نفهم أكثر إيش اللي حصل بوقتها ورح نكون أقرب للجواب مو أكثر. فإيش رأيكم؟ هل تتوقعون إن ماما مذنب ولا لا؟ إذا رح تسألون عن رأيي أنا، عشان أكون صريحة معاكم، أنا ما أستبعد هالشيء أبدا. يعني لا تغسلون يدكم من أي أحد. كثير من المشاهير اللي يمكن كنا نحن نحبهم طلعوا عكس اللي توقعناه تماما. بس بما أن الموضوع لسه تحت التحقيق، فزي ما يقولوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. في يوم 27 ديسمبر، الممثلة جون هيجين بلغت الشرطة أن زوجها اختفى بعد ما كتب رسالة تشبه رسالة الانتحار، تقول: لا أستطيع أن أتجاهل الأمر، أعتقد أنه لا يوجد طريقة أخرى. على الساعة 10:30 الصباح شافوه ميت داخل سيارته عند حديقة واري يونغ، وأكدوا هويته أن لي سون كيون، ممثل جدا معروف في الدراما الكورية، ويمكن أغلبكم يعرفه من دراما ماي ميستر أو فيلم باراسايت. وعشان نفهم ليش نجم محبوب مثله قرر أنه ينهي حياته، لازم أننا نرجع لشهر أكتوبر. بوقتها اطلعت إشاعة على لي أنه يتعاطى مدخرات في صالون غرفة 100% مع المضيفة كيم نامهي. إذا ما كنتوا تعرفوا إيش يعني صالونات الغرف، هي عبارة عن حانات تحت الأرض تقدم خدمات ترفيهية للشخصيات المهمة، مثل كاريوكي، إن المضيفات يصبون المشاريب ويجلسون جنبهم، وأشياء ثانية خبري خبركم. فالشرطة اعتقلت المضيفة كيم بتهمة تعاطي المدخرات 6 مرات، بس قالت لهم إنها ما تعاطتهم لحالها، في 8 أشخاص تعاطوا معها في بيتها، من بينهم الممثل لي. من بدت التحقيقات ولي كان ينفي كل التهم اللي توجهت له. اعترف أنه تعاطى مرة واحدة بس وبدون علمه، لأن كيم أقنعتها أن هذه حبوب منومة عشان تقدر تبتزها. ومع أنه أثبت براءته بعد ما طلعت نتيجة اختباره سلبية، إلا أن الشرطة حققت معاه أكثر من 3 مرات حتى بعد ما أثبت براءته. وآخر تحقيق له مدته كانت 19 ساعة متواصلة، طلب فيها أنهم يختبرون اختبار الكذب إذا هم للحين مو مقتنعين أنه بريء فعلا. وللأسف أن أول ما انتشر الخبر هذا للعامة، الهجوم كان مو طبيعي أبدا. طول الفترة هذه كان يقول لهم أنه ضحية ابتزاز، كان يعتذر للعامة ولأهله بس لأن اسمه متورط في قضية مثل هذه، حتى وهو متأكد أنه بريء وأثبت لهم أنه بريء. لكن ضغط المجتمع والهجوم عليه كان لا يحتمل، فقرر أنه ينهي حياته. قبل يوم من وفاة لي تسربت مكالمة من 17 سبتمبر بين المضيفة كيم وبين لي، تقول فيها أن جوالها تهكر، واللي هكروه عندهم أدلة أنه هو راح لبيتها، وإذا ما أعطتهم 350 مليون وين كوري، يعني حوالي 270,000 دولار، فرح يسربوا الأدلة هذه للعامة. يوم حاول لي أنه يسحب معلومات عنهم منها، قالت له أن جوالي تهكر في أغسطس والمعلومات عندهم من إبريل. فهو استغرب وقال لها: شلون المعلومات عندهم من إبريل وأنت توك تقولين أن جوالك تهكر من شهر؟ جوالك تهكر مرتين يعني ولا كيف؟ قالت له: بالبداية أيوة،
جوالي تهكر مرتين. بعدين غيرت كلامها وقالت لا لا لا، أقصد إن جوالي تهكر من إبريل، والتهديدات بدت في أغسطس. يعني كان واضح إنها جالسة تكذب وما هي عارفة ترجع كذبتها، ولي كان عارف هذا الشيء وشايفه بوضوح، ومع ذلك أعطاها الفلوس. لكن كيم ما كانت جالسة تكذب، كيم كانت فعلا تتعرض للابتزاز، بس ما تدري إن اللي جالس يبتزها هي صديقتها المقربة بارك سوجان.내 핸드폰 상태가 있거든. 근데 내가 그 전에 안 좋게 조금 약이 엮였어. 응? 약이 엮였어. 근데 그래서 어제 했는데 거의 다 안 나왔어. 예전에 한 게 얘네가 증거를 갖고를 있나 봐. 너가? 근데 이제 오빠가 좀 두려워할까 봐 얘기를 못 했었는데. 내가 뭐 그런 거 했다는 게 뭐가 있어? 그게 아니라 우리 집에 뭘 심어놨는지 모르겠지만 너무 정확하게 알고 있고 얘네가 나한테 이야기를 하니까. 옛날에 예전에 핸드폰 털렸을 때 그게 한 달 전이라며. 한 달 전인데 어 오빠한테는 그렇게 이야기했고 한 4월? 4월? 더? 4월달? 올해? 근데 4월... 그때 해킹을 당했어? 어 근데 한 달 전에 당했다는 건 뭐야? 한 달 전에도 당했고 두 번 당했다고? 아니 협박이 온 거는 한 달 전이고 해킹을 당한 거는 4월이야. 그래가지고 걔네가 협박하는데 뭐라 그런 거야? 내 얘기를 하는 거야? 어 뭐라 그거? 너무 자세히 알고 있어. 그래가지고 너한테 원하는 게 뭐야? 돈을 달래. 그러면 돈을 주면 어떻게 할 때? 왜 나한테 전달하래? 아니 내가 내 손에서 안 하면 하여튼 내일 좀 상진이랑 좀 상의를 해보고 빨리 해야 될 것 같아. هي ممثلة مثلت بفيلمين من بينهم فيلم The Beginning of Disaster، وسمعتها هي اللي ديزاستر والله سيئة جدا جدا. كانت معروفة انها مبتزة ونصابة، تنام مع رجال ثانيين وتكذب عليهم انها حامل عشان الفلوس، حتى انها قبل سنة ولدت وما كانت تعرف مين الاب، فكذبت على 5 رجال ان هذا ابنهم واخذت ملايين منهم. اللهم واحد فيهم بس هو اللي سوى اختبار عشان يتأكد إذا هو الأب فعلا أو لا، وطلع ما هو الأب فرفع قضية عليها. ما أدري إذا هي انسجنت بسبب هذه القضية، لكن بارك تعرفت على المضيفة كيم من السجن، وعلاقتهم كانت جدا جدا قوية، تقربوا جدا لبعض لدرجة أنهم سكنوا في نفس الشقة بعد ما طلعوا من السجن. وبطريقة ما بارك قدرت توصل لجوال كيم وتاخذ سكرينات وصور لمحادثات بينها وبين المشاهير على حسابها في الكاكاو توك، وهددتها من حساب وهمي انها راح تسرب كل شيء للعامة اذا ما اعطتها 100 مليون ونكوري. يعني كيم
كذبت على الممثل لي وطلبت 250 مليون زيادة. فكيم بعادتها دائما تروح وتستشير بارك لأنها صديقتها المقربة، تسألها إيش لازم أسوي إذا حصل معاي كذا، وش رأيك مثلا الأفضل، فهمتوا كيف دائما تستشيرها. فقالت لها بارك يوم كلمتها عن الموضوع، حولي لي الفلوس زي ما يبغى. هنا كيم عرفت إن هذه كلها لعبة من بارك وهي اللي جالسة تبتزها، فأخذت 300 مليون وينكوري وسحبت عليها. فراحت بارك وهددتها ثاني إنها لو ما أرسلت 200 مليون وينكوري راح ترسل كل شيء لزوجة الممثل لي. لكن كيم سحبت عليها للمرة الثانية. فتدرون بارك إيش سوت فيها؟ راحت وبلغت عنها للشرطة إنها تتعاطى المدخرات عشان تكون، فهمتوا كيف، هي شاهدة في القضية مو أكثر، عشان ما تتورط هي. تخيلوا بس شلون يا الله. لكن انقلب السحر على الساحر يوم سألوها انزين انتي وين كنتي ذاك الوقت، ولأنها توترت وما عرفت تصرف وتعطيهم تفسير منطقي لغيابها، فألقوا القبض عليها. وبما أن القضية لسه جديدة فلسه بيحققوا معاهم، إلى الآن ما أصدروا حكم عليهم، لكن الكل يتوقع أن حكمهم راح يكون قوي، لأنهم تقريبا هم السبب اللي خلوا الممثل لي ينهي حياته. شيء مؤسف أن ممثل عظيم مثل لي سون كيون أنهى حياته حتى بعد ما أثبت براءته، بس المجتمع الكوري الصدق ما يرحم. يعني تخيلوا يا جماعة أن للحين في ناس وفي صحف يقولوا عنه مدمن حتى بعد ما أثبت براءته. يعني أنا اللي أقول لكم لا تستبعدوا أي شيء من أي أحد، بس ما دام ما ثبت عليهم شيء فهم أبرياء. الصراحة يا جماعة صدق ما أدري إيش اللي جالس يحصل، لأن قبل كم يوم أو أمس قريت إن في ممثل وكالته هددتها بالقتل. يعني صراحة شيء جد جد غريب. أنا أتكلم عن الممثل لي، شيء غريب حبتين الصراحة. ما أدري، زي ما أنتوا عارفين إن كوريا بالعادة عندها عادة إنها هي تصفي مشاهير على حساب تغطي فضايح سياسية. ما بحث بالموضوع على أساس أتأكد إذا فعلا في شيء صار مثلا في كوريا عشان هم يبون يشتتون النظر عنا، ما عندي أي فكرة الصراحة. بالأخير حنا ما يمدينا نستبعد أن على الأغلب يكون فعلا هو اللي أنهى حياته، خصوصا تسلسل الأحداث الصراحة يخلي الشيء منطقي أكثر. والهجوم اللي جاء آخر فترة يعني صد كان مو طبيعي أبدا. زي ما أنتوا عارفين المجتمع الكوري ما يرحم أبدا، إذا طلعت إشاعة عليه يمسكونها عليه حتى لو إيش، يعني حتى لو أثبت براءته يظلوا ملاحقينه في هذه التهمة مع أنه هو بريء. يعني تخيلوا والله إلى الآن في صحف تحط جنب اسمه أنه هو مدمن، مع أنه هو مسكين يعني خلاص أثبت براءته ومات. يعني تخيلوا الشيء اللي إذا تبون أصدمكم زيادة، في تعليقات انتقاد حتى بعد ما مات إنه هو شلون أنهى حياته وترك عائلته وراه تتألم وسب وشيء. يعني والله العظيم صدق يجلط. ما استبعد هذا الشيء، خصوصا إنه معدل الانتحار عندهم جدا عالي في كوريا الجنوبية، ما يمدينا نستبعد هذا الشيء أبدا. أما بالنسبة لماما، عشان أكون صريحة معاكم أنا حاستها مذنب. حنا ما يمدينا طبعا نقول 100% ونتأكد، لأن القضية لسه بيحققوا فيها، إلى الآن ما صدر حكم. لكن الشيء اللي يخليني الصدق مقتنعة أنه مذنب، إنه ليش ما فتح الباب للشرطة ما دام متأكد أن العلاقة على كلامه حصلت بالتراضي بينهم كلهم، وما في طرف كان غير واعي أو مجبر على هذا الشيء. وبس جايز، يارب يكون المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي أول بأول. لا تنسوا أنكم تحطوا لايك وتشاركوا المقطع مع أصحابكم، مع زملائكم، مع أي أحد. مرة مرة راح أكون ممتنة لو سويتوا هذا الشيء. اكتبوا لي تحت في التعليقات برأيكم، هل تشوفون أن التيك توكر ماما مذنب أو لا؟ أي شيء يخطر على بالكم على القضيتين، من نظريات، من ملاحظات، من أي شيء، اكتبوا تحت. مرة حابة أقرأ كل شيء خطر ببالكم. لا تنسوا أنكم تشتركوا بقناة الجيمينج وتتابعوني على حساباتي بالسوشيال ميديا. وبس، استودعتكم الله ومع السلامة.